السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه نشرة أخبار 7E نيوز من قناة الظفرة. أهلا بكم، والبداية مع العناوين. رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة. سامح شكري: آثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتا، يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته. الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً للاتصالات. هذه كانت العناوين، وإلى التفاصيل. وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة، وذلك بعد صلاة يوم الجمعة المقبل الموافق 11 من نوفمبر الجاري، تأسيا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة صلاة الاستسقاء طلبا لنزول الغيث. ودعا سموه إلى الابتهال للمولى عز وجل ليعم الغيث وينشر رحمته وعطاءه وخيره على البلاد والعباد. يشارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في الدورة 27 من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 الذي يعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية الشقيقة. يرافق سموه وفد رسمي يضم كل من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله منح وسام إكسبو لأربعين ألف من الكوادر الوطنية التي شاركت في إكسبو 2020 دبي. وقال سموه في حسابه الرسمي على تويتر: اعتمدنا اليوم منح وسام إكسبو لأربعين ألف من كوادرنا الوطنية من مدنيين وعسكريين، والذين كان لهم الدور الأكبر في نجاح الفعالية العالمية الأكبر التي استضافتها دولة الإمارات. أكبر مكاسب إكسبو هي الخبرة العالمية التي اكتسبناها عبر كوادرنا. استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي الدكتور فؤاد حسين وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق. وبحث سموه ومعالي فؤاد حسين خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي العلاقات الأخوية الإماراتية العراقية والتعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين والفرص المتاحة لتعزيزه وتطويره في المجالات كافة. وأعرب سموه خلال اللقاء عن تمنياته للحكومة العراقية التوفيق والنجاح في أداء مسؤولياتها الوطنية من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في العراق وتلبية تطلعات شعبه الشقيق إلى التنمية والازدهار. حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة. كما استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير خارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات والمملكة الأردنية الهاشمية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في القطاعات كافة. وتناولت مباحثات الجانبين الأوضاع في المنطقة والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. حضر اللقاء معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال استقباله في أبوظبي معالي نيكوس دينديادس وزير خارجية جمهورية اليونان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وبالإضافة إلى الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
استقبل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي نائب رئيس المفوضية الأوروبية. وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، واستعرضت الجانبان المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها الأزمة في أوكرانيا. حضر اللقاء معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة، ومعالي السفيرة لانا زيكنسيبا مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي سعادة روبرت أوليفانت السكرتير البرلماني لوزيرة خارجية كندا، وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك والمستجدات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها. وأشار سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة. التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي فخامة إيجانيت سيو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية. جرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث علاقات التعاون الثنائي بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري. وعقب اللقاء وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وفخامة إيجناسيسو كاسيس رئيس الاتحاد السويسري ووزير الخارجية على بروتوكول بين البلدين لتعديل الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل. أشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء فريق مبادرة تواصل الأجيال لتمكين كبار المواطنين عبر إنشاء مركز خاص بهم في أبوظبي يهدف إلى تقديم خدماته لهم وتفعيل قدراتهم. وقال معاليه إن المبادرة هي باكورة المبادرات التي يطلقها صندوق الوطن ضمن برنامج التطوع لخدمة المجتمع والإنسان، والتي تم إطلاقها في يونيو الماضي من خلال برنامج تدريبي متخصص طاف كل إمارات الدولة لتدريب متطوعي الإمارات على ابتكار وإدارة مبادرات تفيد مجتمعاتهم المحلية. جاء ذلك خلال زيارة معاليه إلى المقر الرئيسي لإطلاق المبادرة، حيث التقى معاليه بأكثر من 70 شخصية من كبار المواطنين واستمع إلى آرائهم وأفكارهم حول أهمية هذه النوعية من المبادرات ودورها في تعزيز التلاحم المجتمعي وتواصل الأجيال. كما التقى معاليه بالشباب الإماراتي الذين قاموا بتنفيذ المبادرة واستمع منهم عن طبيعة المبادرة وأهدافها وآليات تنفيذها. وإلى الأخبار العربية والعالمية. أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ كوب 27 اليوم الأحد أن بلاده لن تدخر جهدا في سبيل المساهمة في إنجاح هذا الحدث المهم. وقال شكري في كلمته خلال مراسم تسلمه رئاسة المؤتمر: أصبحنا أكثر إدراكا للخطر الذي يحيط بنا وبما يتعين علينا القيام به لدرء هذه المخاطر، ومصر عازمة على مواصلة هذه المسيرة، وأمامنا الكثير من الجهد لننتقل بجدية نحو التنفيذ والعمل الجماعي متعدد الأطراف مع أكبر تحدي يواجه مجتمعاتنا. وشدد شكري على ضرورة امتلاك إرادة سياسية للتصدي للتغيرات المناخية والانتقال من التفاوضات والتعهدات إلى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وأشار إلى اتساع الفجوات للتكيف مع الآثار الجانبية للتغير المناخي، مضيفا أن آثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتا يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته. وانطلقت أعمال مؤتمر كوب 27 بمنتجع شرم الشيخ المصري المطل على البحر الأحمر اليوم بمشاركة وفود أكثر من 190 دولة وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشؤون البيئة والمناخ.
حذر رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية من محاولة الاحتماء بالجيش، مشيرا إلى أن الجيش السوداني لا ينحاز لأي جهة سياسية. شدد البرهان على أن القوات المسلحة لن تسمح لأي جهة سياسية بالمساس بها، قائلا: لن يستطيع أحد النيل من القوات المسلحة، ولسنا خائفين، الجيش غير موال لأي حزب، والاقتراب منه خط أحمر. وأوضح البرهان أن هناك تفاهمات تمضي في الطريق لإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد، موضحا أن الحرية والتغيير والجهات التي أسهمت في تغيير النظام السابق لها الحق في تحديد ملامح ما تبقى من فترة انتقالية. ويأتي حديث البرهان في ظل جدل في الساحة السياسية السودانية حول عودة العديد من عناصر المؤتمر الوطني إلى مفاصل الدولة بعد إبطال العديد من القرارات التي أصدرتها لجنة إزالة التمكين المحلولة في حقهم واستعالة الكثير من الأصول والأموال المصادرة منهم. وصلت دفعة ثانية من النازحين السوريين بينهم أطفال ونساء إلى معبر الزمراني بريف دمشق على متن شاحنات وسيارات وحافلات تحمل أمتعتهم. وبدأ لبنان في إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا في أكتوبر الماضي في عملية وصفتها بيروت بأنها طوعية. وأوضح عضو المكتب التنفيذي بريف دمشق الدكتور علاء شيخ أن الدفعة الثانية تضم 329 فردا قادمة من معبر الزمراني، إضافة إلى 13 فردا من معبر جديدة يابوس و16 من معبر الدبوسية. وأوضحت سهير جمعة رئيسة قسم البرامج الصحية أن العائدين خضعوا لفحوصات طبية وتلقى الأطفال التطعيمات داخل المحطات التي أنشأتها الحكومة السورية. ووفقا للبيانات التي نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يستضيف لبنان أكبر عدد من اللاجئين، حيث يعتقد أن ما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يقيمون في لبنان. أعلن مسؤول في وزارة الدفاع في سيئول لوكالة فرانس بريس أن قاذفة استراتيجية أمريكية من طراز B-1B ستشارك في التدريبات الجوية المشتركة الجارية مع كوريا الجنوبية في استعراض للقوى بعد عمليات الإطلاق الصاروخية التي نفذتها كوريا الشمالية. أرسلت الصين قمراً صناعياً جديداً للاتصالات إلى المدار من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين. وأطلق القمر الصناعي في الساعة 57 مساء بتوقيت بكين على متن صاروخ حامل من طراز لونغ مارش بي 3، وبشكل أساسي سيوفر القمر الصناعي خدمات الاتصالات للمسارات المهمة بما في ذلك الساحل الغربي لأمريكا الشمالية. أما الآن فإلى مقال اليوم. تحت عنوان هل دخل ماسك بقدميه إلى جحيم تويتر؟ كتب ممدوح المهيني في صحيفة الشرق الأوسط: دعونا لا نشتت تركيزنا بكل تغريدات وتصريحات إيلون ماسك، حديثه عن الدفع مقابل التوثيق أو المجزرة الوظيفية التي قام بها بعد فصل 3700 موظف، ما يعادل نصف موظفي تويتر، أو ردوده على كل من ينتقده بقوله ولكنك ستدفع 8 دولارات. دعونا ننسى كل هذا ونركز على السؤال الأهم، هل يقوم ماسك بالشيء الصحيح فيما يتعلق بحماية حرية التعبير في منصته؟ وهل صحيح أنه حرر عصفور من قفصه ولن يرجعه له مرة أخرى؟ يمشي ماسك على طبقة رقيقة من الثلج، ولإنجاز مهمته العسيرة عليه أن يحمي حرية التعبير ويمنح الجميع فرصا متساوية في الجهر بأفكارهم وإعادة الثقة للمنصة الشهيرة وجلب الأموال لها والقيام بمفرزة فكرية دقيقة تفصل بين الأفكار المقبولة والتي يجوز نشرها وتلك الضارة بالمجتمع. باختصار، سيغضب الكثيرين وستلاحقه السكاكين من اليسار واليمين مصيبا كان أو مخطئا، وبمجرد أن نتأمل هذه المسؤوليات ندرك حجم المهمة الشاقة التي قرر طوعا أن يخوض فيها ويدفع لأجلها 44 مليار دولار. أما الآن فمع بانوراما.
اقتحم المئات من نشطاء البيئة موقع توقف الطائرات الخاصة في مطار سخيبول في أمستردام في محاولة لمنعها من الإقلاع. وتجمع المتظاهرون في مدرج المطار وجلسوا بجوار عجلات الطائرات الخاصة مما منع الطائرات من الإقلاع وتعطيل الحركة الجوية، كما ركبوا دراجاتهم حول المركبات لزيادة الوعي بخيارات النقل الواعية بالبيئة. وفي الوقت نفسه جلست مجموعة أخرى من المتظاهرين في صالة المطار ورفعوا لافتات تحمل رسائل للتوعية بالتأثير السلبي للطائرات على البيئة، ولم يتم تسجيل أي تأخير في الرحلات الجوية التجارية بسبب هذه الحادثة. وتكثر في الآونة الأخيرة الاحتجاجات الفريدة التي ينظمها نشطاء البيئة والتي باتت موضوع جدل وخلاف كبيرين. أما كاريكاتير اليوم فلقد اخترناه لكم بريشة الفنانة زينب دشتي من جريدة الرأي الكويتية. نتابع. وإلى إنفوغراف اليوم من 7 إي نيوز بعنوان تقنيات سادت ثم باتت، والتي اخترناه من موقع سكاي نيوز العربية. نتابع. تغريدة اليوم من صفحة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون دبي للثقافة، والتي جاءت بمناسبة حضور سموها الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة. وقالت سموها في صفحتها الرسمية على تويتر: سررت بحضور الحفل السنوي لمركز دبي للرعاية الخاصة. مواهب اختلطت بقصص التحدي والنجاح اختصرت مسيرة عطاء على مدى 4 عقود. قدم خلالها المركز خدمات العلاج والتعليم المتخصص للطلاب أصحاب الهمم، بما يعزز قدراتهم ويمكنهم من المساهمة في بناء المستقبل. نتابع هذا المقطع. استطاع عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر أن يسطر اسمه في سجل الأثريين بعد اكتشافه مقبرة توت عنخ آمون في نوفمبر من عام 1922 بعد رحلة استمرت 15 عاماً من التنقيب المتواصل. وقد تم افتتاح منزل كوارتر بمناسبة مرور 100 عام على اكتشافه لهذه المقبرة. حديث الكاميرا من منزل عالم الآثار الإنجليزي هوارد كارتر. نتابع. Thank you.
أما الآن فإلى أخبار الاقتصاد من 7 إي نيوز. ينظم مركز دبي المالي العالمي في مايو المقبل قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي تجمع الخبراء وصناع القرار والسياسات ورواد الأعمال لرسم مستقبل قطاع التكنولوجيا المالية. دبي مستمرة كعهدها في صناعة مستقبل القطاع المالي وتحقيق الريادة العالمية في هذا القطاع. نتابع معكم هذا الفيديو الذي نشره عبر صفحته الرسمية في تويتر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية. أطلقت شركة مبادلة حملة نستثمر للوطن وتسلط من خلالها الضوء على دورها في دفع عجلة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات عبر استثمارات متنوعة في قطاعات حيوية داخل وخارج الدولة، وتبرز مجهوداتها لتعزيز اقتصاد أبوظبي وتطوير الكوادر البشرية الوطنية لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة. نتابع معكم هذا الفيديو من الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي التابع لحكومة أبوظبي. أخواني وأخواتي، تنويع اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية. من هذه الرؤية الحكيمة انطلقت مسيرتنا كشركة وطنية رائدة، نعمل لتعزيز جهود التنويع الاقتصادي، نستثمر في قطاعات متنوعة في دولة الإمارات وحول العالم. الياسات تقدم خدمات الاتصالات الفضائية لأكثر من 150 دولة حول العالم. تساهم شركة مصدر في تحقيق المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي لعام 2050. الاستثمار غايته هو أنك تكون عائد ودخل، لكن من أهم استراتيجيات الاستثمار أنك تنوع استثماراتك. ويظل الاستثمار في الإنسان أهم استثماراتنا لتعزيز مسيرة التقدم والازدهار. مبادلة، نستثمر للوطن. أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 2022-2023، وأوضحت أن القناة أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، حيث تدر إيراداً سنوياً يناهز 6 مليارات دولار، وتسهم في استيعاب حركة التجارة المتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، منوهة إلى أن يمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، وما يقارب 25% من إجمالي حركة البضائع عالمياً، و100% تقريباً من إجمالي تجارة الحاويات المنقولة بحراً من بين آسيا وأوروبا. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 2022-2023. وأوضح التقرير أن إيرادات قناة السويس لم تتأثر سلباً بتبعات الأزمة الأوكرانية التي نشبت في 24 فبراير 2022، بعدما أفادت مؤشرات شهري فبراير ومارس بتنامي المحتصلات من رسوم المرور بقناة السويس في ظل تزايد الحركة الملاحية. النشرة مستمرة وإلى أخبار الرياضة من 7 إي نيوز. يقام مهرجان بايك أبوظبي في الفترة من 7 إلى 13 من نوفمبر 2022 في منطقة كورنيش أبوظبي. عرف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وسهيل عبدالله العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي يتحدثان عن السباق في هذا المقطع، فلنتابع.
مهرجان بايك أبوظبي هو عملية احتفالية بما تحقق من صناعة الدراجات ورياضة الدراجات اللي موجودة عندنا في إمارة أبوظبي، واحتفالا بحصول إمارة أبوظبي على لقب مدينة صديقة للدراجات من UCI الاتحاد الدولي للدراجات السنة الماضية، وبالتالي كان لابد من عملية إضافة فعاليات دولية أخرى بالإضافة إلى الفعاليات الدولية اللي موجودة مثل طواف الإمارات اللي تستضيفه الإمارات كل سنة. يتضمن المهرجان العديد من البطولات العالمية لأول مرة تقام في الشرق الأوسط. راح يكون في سباق الجران فوندو اللي راح ينطلق من بوابة الشرق إلى مدينة العين في نادي العين للدراجات، مسافة 150 كيلو، 180 فائز، قيمة الجوائز 2,000,000 درهم. هذه دعوة لجميع أفراد المجتمع للاستمتاع بالأجواء اللي راح تكون موجودة في المهرجان من تاريخ 7 إلى تاريخ 13 نوفمبر بجانب النيشن تور على كورنيش أبوظبي. أسبوعين فقط على بداية البطولة التي ينتظرها الملايين حول العالم، وجميع الأنظار تتجه نحو ليونيل ميسي. هل سيختم الأسطورة مسيرته مع أبناء التانجو بتحقيق اللقب؟ تابعوا المزيد في تقريرنا عن لاعب يستحق المشاهدة. Maybe probably the best in the world. We had a chance to saw Maradona for many years in Italy. I think that Messi is like him, one of the best player ever. Das conquistas do Messi me deixam feliz, né? Então espero que ele tenha o máximo de vitória, o máximo de título, o máximo de alegria na vida dele, pela amizade que a gente tem. Ele ama jogar com os jogadores que ele tem ao redor dele. Et à partir de ce moment-là, quand Léo sourit, évidemment que l'équipe sourit aussi. وعن أحوال الطقس في بعض من الدول العربية والعالمية. وفي ختام النشرة تذكير بالعناوين: رئيس الدولة يوجه بإقامة صلاة الاستسقاء في جميع مساجد الدولة. سامح شكري: آثار تغير المناخ تمثل عبرة وصوتا يدعونا للحرص على التحرك لمواجهته. الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا للاتصالات. كنا معكم مشاهدينا من 7 إي نيوز، في أمان الله وإلى اللقاء.